المعاصرة مواضيع بقى وفاء المرحومة وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة الصاري. انت حكمت على وفاء قسطنطين؟ والله هقول لحضرتك حاجة، يتم الى الان انا بقول لك علشان المعلومة دي خدتها من راجل امن كبير وقال لي غير قابلة للنشر. طب لا نريد ان نتفرع وخلينا في قضية ابويا. لا مرتبطة، لما حصل موضوع في المرحومة وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة حصل احتقان لدى المسلمين، فحصل ان اجتماع بين الشيخ ابو يحيى والسيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامه في ذلك الوقت، واتفقوا ما لازم دي قبل ما نتكلم. رجل المحامي وتعلم انه لا يتم جزافه القضيه دلوقتي، اتهامات اللي هي قتلت او ماتت، لا يتم اي دليل او ما لم يتم خلاص ان ما ماتتش يبقى ترفع عليا قضيه في ويا ريت ترفع عليا قضيه وانا مستعد. انا بس بقول لك من الناحيه القانونيه يا سيدي الفاضل، انا بقول لك المرحومه وفاء قسطنطين وانا فاهم بقول ايه، توفت الله يرحمها. المهم حصل كان في اتفاق بين السيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامه سابقا مع الشيخ ابو يحيى ان انتوا بتقولوا انها ماتت، لا ما احنا هنجيب وفاء وكاميليا ادونا فرصه وهنحطهم في مكان محايد لمده شهر بعيد لا قساوسه ولا شيوخ، وبعد الشهر ده يقرروا مسلمين هيروحوا على المسلمين، اقباط هيروحوا على الاقباط. طبعا حصلت الثوره فايه يعتبر الاتفاق انتهى. جه بعديها اللي هي قصه المظاهره اللي حصلت من السلفيين قدام الكاتدرائيه بخصوص اختنا كاميليا شحاته، حصل اتصال من الاستاذ اللي هو حمدي بدين مع الشيخ ابو يحيى، ودخل في المناقشه سياده الفريق سامي عنان. هذه طبعا معلومات على مسؤول حضرتك. طبعا الكلام ده مع الشيخ ابو يحيى، الموضوع بقى فيه حقائق اخرى، وان ايه اتقرر الوعد ان هيتم تنفيذ هذا الوعد السابق قبل 15/5. جت احداث 7/5 اللي بعد كده قدام في ابو يحيى. طبعا الشيخ ابو يحيى يوم 7/5 هو عرف، لما ياسين راح يوم 7/5 عشان يدور على مراته بعد ما استغاثت بيه، اتصل بايه من يودع خالد حربي، واللي اداله التليفون قال له ده محامي، المحامي ده اتصل بابو يحيى. المهم الشيخ ابو يحيى عرف الموضوع والتفاصيل، فقام بالاتصال باللواء حمدي بدين وقال له الحق يا سياده اللواء، في موقف البنت مخطوفه جوه الكنيسه وحكايتها والولد وابنه والولد موجود في المكان الفلاني. ده كلام الظهر. والمهم برضه ما اكتفاش بكده ابو يحيى، لا ده اتصل بتليفون، طبعا هو كان تليفون ياسين من خالد حربي، اتصل بياسين ورئيس مباحث امبابه، بقوا الثلاثه في مداخله واحده، وحصل تنسيق وسمع رئيس المباحث كلام الزوج وايه، وقال له استناني عند مسجد نور الحبيب. يمكن الجزئيه دي هو معترف بيها رئيس المباحث، ان هو قال لزوجها ان يكون مستني اللي هو المقدم عمرو رضا ان هو يكون موجود قدام مسجد نور الحبيب. الكلام ده موجود تحت مركز امبابه، شرطه امبابه. المهم هنا اللي انا عايز ليه بتطرق النقطه دي، ان المحادثه اللي حصلت بين الشيخ ابو يحيى الثلاثيه والمقدم عمرو الرضا رئيس مباحث امبابه وياسين ثابت، الكلام ده كان الدور. طيب هنا بقى الشيخ ابو يحيى ده الراجل اللي بلغ لغايه ما قبل 9/5، ده الراجل اللي بلغ. جه حصل لقاء تلفزيوني في قناه مودرن الحليه اللي هو البرنامج المشهور بتاع الاستاذ معتز مطر، اللي هو كان بيستضيف فيه الاستاذ منير مايكل والاستاذ نجيب جبرائيل، كانوا بيتكلموا في موضوع كنيسه مرمينا والكلام ده كان يوم 9/5. صدفه ان السيد الفاضل اللي هو كان كنيسه مرمينا الاب ابانوب جاد الكريم عمل مداخله تلفزيونيه مع القناه، الكلام ده انا لسه سامعه اول امبارح من الشيخ ابو يحيى، انه دخل في المداخله وقال ان الكلام دوت بعد ما قابلت الشيخ ابو يحيى وعرفت اسرار الموضوع ده. كلام بيقوله خطير ولازم الكلام ده مش هيعدي جزافه، وان شاء الله هنطلب شهاده السيد عمر سليمان في جلسه فتنه امبابه، وهنطلب برضه شهاده السيد الفريق سامي عنان. اكمل كلامي بس عشان يبان ليه هنطلب شهادتهم. المهم فاتدخل في المداخله اللي هو السيد كاهن كنيسه مرمينا، وقال المداخله دي هي لب اتهام بقى اللي جاب فيها ابو يحيى، انه قال انه فوجئ ان رئيس مباحث امبابه اتصل بيه الظهر
وبيقول له ان في بنت مخطوفه وكذا وكذا، وانا نفيت هذا الكلام. طبعا هنا الشيخ ابو يحيى رحمه عمل مداخله مع قناه مدن الحليه على طول، وقال ازاي ان انا ابلغ رئيس مباحث امبابه بان واحده مخطوفه، ها، يقوم يبلغ الجاني يقول له خد بالك بقى ما معناها كده حسب كلام الشيخ ابو يحيى، انه يبلغ الجاني بموضوع المخطوفه، وفي الاخر تلفظ بلفظ يعتبر يعني واعتبر طبعا بعد كده رئيس مباحث امبابه ان ده مهين، انه قال لك لاما الراجل ده عميل لاما مهبل، لما يروح ايه يتصل بدل ما يتحرى وايه ويعرف ايه الموضوع راح يقول له كده. طبعا انتهى الموضوع على كده. بعد 9/5 جت تحريات ان ابو يحيى هو ايه اللي قام بالتدبير لتجمهر احداث فتنه امبابه. يعني قبل اللقاء دوت كان الراجل ده المبلغ ومشكور، بعديها حصل اتهام. ده ان انا حبيت ابرزه ان ايه لا يجب ان تمر. طب هذه الاشياء التي تحدثت عنها اليوم هل ستتم في جلسه 2/10؟ ان شاء الله. هو تفصيل انا طبعا الايام الجايه قلت له انا هنقعد لقاء تاني ونعرف تفصيلات اكتر، لان في موضوعات خطيره جدا، وطالما خلاص احنا لازم نثبت براءه موكلنا فبالتالي هنبحث في جميع الامور، واحنا لينا طلباتنا ولينا دفوعنا واحنا قدام قضاء. من وجهه نظرك كمحامي ما سر هذه القضيه؟ الى اين ستسير هذه القضيه؟ او يعني انا ايه يعني انا كمحامي وجات الظروف اني طلعت على اسرارها، قبل كده كنت ايه ولازلت مع السيدة عبير فخري، التفاصيل اتعرف الجامد. انا اقصد يعني الامور الحمد لله هادئه الان ولا يوجد احتقانات، فهل هذه القضيه ممكن تثير الاحتقانات من وجهه يعني اخرى؟ القضيه مين قال لك الامور هادئه؟ انا كنت في امبابه قعدت في رمضان 4 ايام ورا بعض منطقه بعد الفطار لغايه الساعه 3 بالليل، وتحريت اماكن الكنيسه والمكان اللي كانت البت فيه مسجونه لا في عبير، والمكان اللي خرجت منه، ومكان ياسين كان قاعد فين، ومسجد النور فين، والبصره فين، وقابلت شهود لقيت محتقنين في امبابه. ليه؟ بيقول لك ازاي ان هو كاهن كنيسه ابانوب اللي كان ابانوب جاد الكريم، ازاي ده خارج محدش حقق معاه وبيتهموه ان هو المتسبب الرئيسي في فتنه امبابه. من الذي اتهمه؟ قبل ما اقول الاهالي أوراق القضية بتتهم كاهن كنيسة مرمينة اللي هو المتسبب الرئيسي في فتنة امبابة، وأنا بقول الكلام دوت ومنتظر حد يحاسبني. يعني يقولي لا أنت أخطأت إحنا نحاسبك، يا ريت. ومصر يجب محاسبة المتسبب الرئيسي وإدخاله في الدعوة الجنائية اللي هو الأب أبانوب، الأب شاروبيم، الأب أبخوم اللي هو كاهن في دير درونكا، والراهبة اللي كانت قايمة بدور السجانة في المبنى الخادم على السيدة عبير. إذن ستشهد هذه القضية يوم 2/12 مفاجآت 2/10 مفاجآت كي ممكن تفعل أشياء لا يحمل عقباها. لا ولا يحمد عقباها ولا حاجة. إحنا بنقول عايزين العدالة، إحنا عايزين العدالة، والحمد لله إحنا بنعيش. انتهى الظلم بتاع مبارك وانتهى النظام الظالم، وأنا عايشين في الحرية. شكرا أستاذ أحمد، ألف شكر، شكرا جزيلا، شكرا.